أهلا بكم يا أصدقائي، أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع كالعادة بننزله في المنتدى وبياخد أعلى تصويت. الموضوع كده باختصار: هل يشعر بألمنا من يحبنا؟ يعني الشخص اللي احنا بنحبه وبيحبنا لما احنا بنتألم، هل هو بيشعر بالألم ده؟ الموضوع ممكن يكون غريب شوية لبعض الناس، ولكن ده اللي احنا هنتعرف عليه في الحلقة دي، وهنتعرف امتى هو بيشعر بينا وبيشعر بينا ازاي وايه اشكال شعوره بينا. ده كل ده هنعرفه في الحلقة دي، حلقة اعتقد ان هي محدش يتكلم عنها قبل كده، وبناء طبعا على تصويتكم كان لازم نتكلم عنها. ولكن في البداية خليني اقولك، لو كنت جديد عرفنا بنفسك يا ريت علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك وتضغط على زر الجرس علشان نفضل متواصلين مع بعض. كمان انا مثبت في اول تعليق روابط قنواتنا الاخرى اللي حابب ان هو يشترك فيها، ورجاء رجاء يلا ندوس لايك اللي تعودنا عليه منكم بقى، اللايك التشجيعي علشان نقدر ان احنا ندعم الفيديو والحلقة دي. يلا بينا نبتدي. خليني في البداية كده أسألك سؤال وانت ترد عليا، اقول لك ما حصلش معاك، يعني لم يحدث معك قبل كده ان انت مثلا على سبيل المثال قلبك اتقبض مرة، حسيت ان حبيبك في خطر، حسيت ان هو بيتألم، حسيت حتى ان هو محتاج لك؟ ارجع بالذاكرة كده مع نفسك وجاوب، ويا ريت تكتب لي في الكومنت او في التعليقات هل حصل معاك قبل كده ولا لا. اذا لو حصل معاك، اللي احنا عايزين نقوله في البداية ان الموضوع حقيقي وان الموضوع موجود، ولكن خلي بالك هيشعر بيك اللي بيحبك وليس حبيبك. واخد بالك انت من الجملة دي؟ اللي بيحبك بجد هو ده اللي هيشعر بيك وليس حبيبك. اتمنى يكون فهمت قصدي من الجملة دي. لغة القلوب لغة بتسير وهي اقوى من السحر بمراحل، مفيش اي حاجة تقدر ان هي توقفها او تعترضها. اللغة والمشاعر اللي بترسل من قلب لقلب آخر لازم بتوصل، لازم بتوصل فيما يسمى بالإحساس. تلاقي واحد بيقول أنا حسيت منك بكده، أنا حسيت منك بالحب، أنا ما حسيتش منك بالحب، أنا حسيتك وأنا ممكن مش حسك. مش بنقول الكلام ده يا جماعة لبعض، أنت بتقوله بناء على إيه؟ ومشاعرك دي بتكون بناء على إيه؟ بناء على الطرف الآخر وقلبه ولغة القلوب اللي تحدثت معاك. عارفين الموضوع باختصار هو يشبه التخاطر، ولكن انت لما تركز مع شخص معين وتحبه بجد قوي وتديله كل المشاعر اللي موجودة عندك، هو لازم بيحس بيك، لازم بيحس بيك. ده لما بتكون انت صادق معاه وبتتحول كل جوارحك وكل حواسك تجاه هذا الشخص. اذا دايركت ومن غير ما نتكلم كتير وبشكل مختصر، اي شخص في الوجود بيحبك بيشعر بألمك، بيشعر بألمك وايضا بيشعر بفرحك. ده اللي احنا كنا عايزين نقوله من الفيديو ده او من الحلقة بتاعتنا دي. اذا الخلاصة اللي احنا عايزين نقولها في الحلقة بتاعتنا دي: الشخص اللي بيحبك لازم هيشعر بألمك، الشخص اللي ما يشعرش بألمك ده معناه ان هو لسه محبكش، فما يستاهلش ابدا ان انت توقف حياتك عليه، وما يستاهلش ابدا ان انت تبكي عليه، وما يستاهلش حتى ان انت تنتظر عودته. ده باختصار اللي احنا عايزين نقوله من الحلقة دي. الموضوع ليه شعب كتيرة قوي وليه فروع كتيرة قوي، وممكن نتكلم فيه بشكل أوسع قوي، ولكن احنا مش عايزين نطول في موضوع الحلقة، احنا بنركز على حاجة معينة بس، والحاجة دي احنا شرحناها يعني بشكل كده مختصر، ولكنه ان شاء الله هيكون مفيد في الحلقة بتاعتنا دي. أتمنى الفيديو ده أو الحلقة دي تكون كانت مفيدة ليكم. لو عندكم أي استفسارات تانية أو أي أسئلة في الموضوع ده اكتبولي في التعليقات، أنا بقرأ كل التعليقات وبتقبلها أيا كانت. وما تنسوش تدعموا الفيديو رجاء بلايك، اكتبولي طبعا آراءكم ومشاركاتكم، هتوحشوا.